قرار جميل جدا، بس بدك تشتري 4 بيوت، بيت واحد ما بيكفي. لا بكفي بكفي برو، ما يكون كبير. احكي لنا شو تصير الاوتفيت حسام اليوم؟ كنت في عيد ميلاد افتح لايف مع قمر. وين قمر؟ طيب يعني انتوا على اساس ان زمام الامور عندي هي بس اللي ذهبت وبعت طلب نطلع في الشيشه. كيلو ماي كراكتر تقمصت انت اليوم؟ اليوم كنت في حفله تنكريه. انت مين اخوي اللي سيد؟ كان تجيب العيد. اخوان مش يعني فهمتوا، انتوا بتعرفوا. فانت هي انت ما بتعرف ايش شخصياتنا اليوم. انس اللاعبي لابس كلها، لابس هوائية كلها، وهي هذا الفيك سيلاوي بقلد سيلاوي. بشير بشير وعمر العامر. والله كسلت. كنت اليوم انا والله انا كل يوم انت يا عم. جيتك على بيتك لحد بيتك ليتك انا ضايع. هي هون بيطلع لي خطيفة عامر على اللايف يا اخوان، دوروا عليها. اول حرف حرف بيان. هاي قمر كيف بيان عاد. هاي بيان مح هي ولا عمر كبير. مالك خطيب تبارك عمي سافل ابنك سافل. اه والله مالك اخوان التعزير تطلع مح والله محترم. يا زلمة كيف ده ابعد؟ عشان يتزوج ياخذ صورة معه. لا حيكون في صور في بيتي وفي بيته في بيته في بيت ابوي. كتبت اسمك على قلبي. هم هم طلع بيان. هم هم كاتبه. والله اجواء الحبيبه. حصد لي اسمه اجواء الحبيبه. والله ولا حبي هذا الولد، مش عارف كيف خطبتيه. ما اخوي لما تحكوا تجيبوا سيرتها خلص قلبي ببلش يطفى، عارف ابطل افكر. ايرور بيعمل. شكلي دي نام برا اليوم. قبل ما اتزوج بعمل بروفا للزواج. عامر طب تعال احكي لنا شوية أحداث بدك تعملها أنت وبيان عشانكم خطبين تتجوز. يعني شو نفسكم تعمل؟ وين شهر العسل؟ هاي وين شهر العسل؟ شهر العسل حيكون كل اسبوع في بلد ان شاء الله لمدة طلع 4 سنوات. طلعت اخذ فكرتي. ايه كيف اخذ؟ راح اعمل عرسين، عرس هون عرس بلبنان. لا هاي خلص خذ خطيبتي والله. يعني قصدي بس اخطف. لان احنا بنحب لبنان مش قصدنا. ايش كاتبه؟ عامر كل يوم بنام برا. ايه والله حسام حسسني انك مكمل كل شيء. الا والله مكمل كل شيء. كل شيء بس عروس ضاي اللي نص دينه. بس يا حسام هيكون انتاجك مثل تاج الخوي. يعني زي تاج حصتي. تاج فيش احلى منها. يعني مش زيها احلى. شبه عمهم بشير. هي تطلع شبه امها وانا من ورص اموري بالسكلاند. صراحة بحسك مو قد المسؤولية. ليش يا اختي؟ ليش بتحسيني مش قد المسؤولية؟ طبخ وبيعرف يطبخ، جلي وبيعرف يجلي، شو كمان؟ مين بيجلي؟ هيه؟ مثالك اللي رجلك رجلك مثالك اللي بتجلي. اخوي ما بجليش انا بشطف. قاعدة بالدار ومدللة. مش فاهم يعني ايش مش قد مسؤولية؟ مين نجيب لك عرس دورة يا طب امها مزة؟ يعني هيك حاسة تكون. شكله في واحد. لا ما في واحدة. وين في واحدة يا اخوان؟ في واحدة ضايع معكم لايف هسا. زيديني عشقا زيديني اغنية جديدة مدلل للبيت خطبنا له عروسة. ايش هاي؟ عرقيب البيت خطبنا العروسة. لا مش والله هاي بشغلوها عطوان. يعني بتعرف عطواني اللي بيحلقوه. سبحان الله. يلا بدكم شيء؟ ماكل خرب. ماي طب
يا اخوان قمر بعرفش على اللايف ولا لا. قمر بدها تطلع تكتب طلعني بس بك بس طلعها. حاضر اخوان عادي. اللهم جوز ابو السيد التي في بالي. امين. اللهم اتم له اليوم الذي فعلناه. اللهم اتم. امين. اللهم ارزقه البنت الذرية الصالحة. امين. والحياة الصالحة. امين. والصباح الصالح. امين. ومصطفى صالح. اللهم ارزقه 3-7 ارانب. شو 7 ارانب؟ المصري يعني 7 ملايين. امين. امين. ضايل ارنب واحد. امين. سام قد ايه عمرك بالضبط؟ عمري بالضبط 21 سنة جديد لسه داخل عليها بشويك. لكن بالقدر ممكن 7 ارانب. اللهم لا ترضى على حكمك. بشير انت تدعيش. كنت غلط تدعي. اخوي قاعد. اللهم لا ترضى على حكمك. ايش كيف؟ اللهم لا ترضى على حكمك. ما تصير انا وياك فريند وعادي ادخل على اللايف. بس تكبروا الاطفال يعني. في اطفال لازم ما ادخل وانا ليه ممنوع ادخل؟ عشان في اطفال واهليهم امنين علي. انا ما بصير. بالاصل هو ما بيدخن بس بده يرجيكم كيف. بس بالاصل بعد ال 12 الاطفال يناموا صح يعني. ها لا ابوك لا دخن اخوي دقيقه مش المفروض انك اكبر مني بسنه.